أيها الأهالي اجتمعوا هنا، هيا تعالوا وشاهدوا، ما بكم أقول لكم تعالوا، اجتمعوا وشاهدوا ما سأفعله بعد قليل، شاهدوا جيدا. ما الذي يحدث؟ هل تعرف هذا الرجل؟ إنه من نبحث عنه. لماذا نقف؟ هيا هيا لننقذه. أيها الأهالي، سأبقي هذا اللص الذي سرق مالي معلقا وهو حي هكذا ليكون عبرة لكم، واعلموا جميعا أنه لا أحد يستطيع سرقة مال التاجر تريستان. استمتعوا برؤية موت هذا الكلب. هل هناك من لدي اعتراض؟ أهناك من لديه أي اعتراض؟ اشنق اشنق، هذا الرجل يستحق الموت. اشنق عرفوا أنهم لن يستطيعوا جعله يتكلم، فأبقوه الآن قطعا. يريدون مني أن أكون أنا لسانه. اشنقوه، هيا اقتلوا هذا اللي اقتلوه. اشنقوه، هيا اقتله أيها التاجر. اقتلوه. ماذا سنفعل أخي؟ اشنقوه. الليل غطاء كل مؤمن، سننقذه هذه الليلة. هيا اقتله، هيا اقتله يا سيدي. اشنقوه، هيا اقتله يا أيها التاجر. هيا اشنقوه، يجب أن يجب أن تقطع رأسه. يجب أن تقطع رأسه. اقتلوه، لا يستحق العيش. اقتل، لا تدعوا هيا. اشنق، هيا اقتلوه يا سيدي. إنه لا يستحق، إنه يهدد أمان السوق. يجب أن يموت حالا. هيا اقتلوه يا أخي. لا تدعه يعيش. هيا اقتل هذا السارق. لقد سرق أموالنا. يجب أن يموت، إنه لا يستحق أن يعيش. اقتلوه أيها التاجر. يجب أن يموت. هيا اقتله ولا تدعه حيا. اشنق، هيا اقتل. اقتل، لا تدعه حيا. دعه، لا يسقط صارم. يبدو أن أرطغرل سيكون عائقا لنا نحن الاثنين. وك
كما رأيت كان سيوقعك في ورطة. من يريد الإيقاع بي مصيره تحت التراب سيد سيمون. لم يفعلها أحد معي ولن يفعلها. إذن حان الوقت كي تثبت هذا لي. كان أبي يقول لي في السابق بأنه لم يعرف سماً أقوى من هذا منذ بدء الخليقة. اقضي على أرطغرل باستخدام السم. إنه ظل الأرملة السوداء أورال. ظل الأرملة هذا سيبارك سيادتنا. منذ الآن لن أبقي أي عائق يخرج في طريقنا صامداً لكي تستمر شراكتنا. هذه الليلة سيموت ذلك الحزين دوك تامش، وسيزول أول عائق ويسقط، وسيبدأ طريق الشراكة. تجار البندقية سوف يأتون خلال يومين. البضائع جاهزة؟ نعم جاهزة، لكن أخبرني، هل خزائن البندقية جاهزة؟ أنا لا أفهم لما تخفي كل هذه الأعمال عن والدك. لو لم أخفي هذه الأعمال فلن يبقى إثارة، وأيضا لا داعي لهذا الفضول أبدا سيد سيمون. سيدي، متى سيأتي دوغان؟ حين تنتهي مهمته يا تورغوت. هاتشاتوريان. نعم سيدي. لقد أعتقتك، فاذهب أينما أردت. سيدي، سيدي، لك علي دين سيدي، وإن لم أدفعه لك سأعيش ذليلا. لا يوجد مكان أذهب إليه ولا مأوى لي. سيدي، إذا سمحت لي سآتي معك إلى القبيلة كي أخدمك، حتى إني سأبقى عبدا لك. من يدري، فقد يأتي يوم ويرد هذا العجوز دينه لك. يكفيني إخلاصك ودعاؤك لنا يا هاتشاتوريان. أنت الآن ضيفي بقدر ما تشاء، فسوف تقيم في قبيلتي. فليكن الرب معك سيدي. ابنتي، تبدين متعبة، ارتاحي قليلا. لا أستطيع النوم يا أمي. أعلم أن سيدي أرطغرل سيخرجنا من هذا البلاء، ولكن الأهالي قد استسلموا بسهولة، وإن طلب أحد منهم الرحيل الآن حتماً سيسوء الوضع. أتسمحين لي سلطانة حليمة؟
تعالي بانوشيشيك. طلبتني سيدتي، تفضلي. أنت أمانة دوغان ألب عندنا. لكن إن سمع دوغان ألب الكلام الذي قلته لي لكان فعل ما يلزم. وأنا لا أتراجع عن الكلام. مر سيفان سلطان حليمة. السيد أرطغرل كلف زوجي بمهمة له، ومنذ ذلك الوقت لم أسمع خبراً عنه. دوغان ألب لن يعود، أعلم ذلك. بانوشيشيك، عندما تنتهي المهمة التي كلفه بها ولدي، دوغان سوف يعود إلى قبيلته. في ذلك الوقت ستخجلين من الكلمات التي قلتها. السيد أرطغرل لا يقول عنه أي كلمة أم هيمة، ولكن أنا أعرف أنه أرسل بطلي إلى طريق لا عودة منها. يكفي، لن أسمح لك بنشر هذه الأفكار في القبيلة بانوشيشيك. وإن بقيت هذه الفكرة في رأسك سوف يكون عقابك على يدي أنا. أتريدين مني شيئاً آخر سلطانة؟ لا، هيا اذهبي. ابنتي، منذ فترة لم نرى السعادة أبداً، وهذه المصائب هي المبشرة بالسلام. إن شاء الله أمي. فإن سرنا تجاه الهدف سنصل إلى ما نريد، والمصائب التي تحدث تصحح الطريق. ثم إنك وكيلة أرطغرل وسيدة قبيلتهم، أنت أم أطفال القبيلة كلها يا ابنتي. أمي، نعم.
قبيلتك يا سيدي. السلام عليكم. أهلا بك يا سيدي. الحمد لله على السلامة. شرفت القبيلة يا سيدي. الحمد لله على السلامة. شرفت القبيلة. أهلا وسهلا بك. الحمد لله على السلامة. لقد أهلا بك سيدي. السلام عليكم يا سيدي. سيد أرطغرل، مؤاننا انتهت وقريبا سنموت من الجوع. خيامنا أصبحت خاوية، فهيا أخبرنا، هل هذا الشح هو المستقبل الذي ينتظرنا؟ الفرج قريب سيد كارا، فلا تقلق وهدئ من روعك واصبر قليلا. إلى متى نصبر سيدي؟ لقد بلغ السيل الذبة. الوضع أصبح سيئا، لن نسكت على الأمر، سنجده. سامحوني يا إخوة. من هذا؟ السيد أرطغرل اشتراني من سوق العبيد وأنقذ حياتي من موت محقق لا مهرب منه. ماذا يقول؟ هذا مستحيل. هذا أنا لا أصدق. صرف أموالنا لأشتري عبده. لكن لقد اشترى رجل. سوف أرد له هذا المعروف. يموت من الجوع هنا وهو يشتري العبيد. الطعام عندنا. الوضع أصبح مزريا. يموت من الجوع هنا وهو يشتري العبيد. يجب أن يحاصر. هل يأخذ هذا؟ من هذا الرجل يشتريه؟ مستحيل. سيد أرطغرل، غريب، أوقعتك في حرج كبير، ليتك تركتني هناك ليقتلني. لا أصدق. قف. أنا لا أصدق. هيا. أعوذ بالله، لا يستطيع المسكين يكاد يموت. أخبرنا يا سيد أرطغرل، هل أنفقت أموالنا ثمنا لهذا الرجل؟ لم نعد نحتمل تصرفاته، أصبح حالنا سيئاً. أتينا معك من أجل الفتح ومن أجل النصر، لكن أنت تطلب الصبر منا ولم نعد نسمع منك شيئاً آخر. نريد أن نعرف ما مصيرنا. ليجتمع المجلس الليلة سيد أرطغرل. متى أصبحتم تلاحقون أرزاقكم؟ أليس الرازق هو الله وحده؟ هاتشاتوريان هو ضيف الله هنا، وضيف الله يأتي برزق 10 أشخاص وهو يأكل 1 ويبقى 9. منذ متى نسيتم فضل الخالق الرزاق عليكم؟ ها؟ هذا ليس وقت الشماعة، يفعل الجميع ما يطلب منه، ولا أسمح لأحد بأن يحدث أي مشكلة أو أن يخيف الناس في القبيلة وينشر الرعب. لم تكونوا في حدائق غناء وبدأت معاناتكم من اليوم. معه حق. لكن الأمور لن نعقد أي اجتماع. معك حق، وهذا آخر ما أقول. غوندوز. أبي. هناي، أنت بخير؟ يا من ستحمل اسمي، استمرار نسلي. بني، ما معنى أن ترفض طلب السيد بالاجتماع؟ ماذا تفعل بني؟ أمي غوندوز،
خذ هذا والعبيه في الداخل. أنا لم أمنع الاجتماع، لكني لا أريد أن يطلب السادة اجتماعات طوال الوقت وعند أي مشكلة تحصل معهم. كان من الأفضل أن تقول هذا في اجتماع، فهذا ما يليق بسيد. سيدة هيمة، أنا سيد القبيلة وأنا أقرر متى يقام اجتماع. نحن لم نعتد أن نسمع هذا الكلام منك سيد أرطغرل. منذ متى تناقش أوامر سلطانة حليمة؟ منذ متى تقولين كلاما فوق كلام سيدك؟ بما أنني السيد هنا فأنا من يقرر. هذا المكان ليس مكان مراجعة قراراتي، ولا أنتم من يراجعها. عندما يحين الوقت سوف أجمعهم وأستمع. يا ملك الملوك، يا من كنت معينا دائما، أرجوك كن معينا وناصرا لنا اليوم. أعد لي القوة التي منحتني إياها قبل أن أهزم كي تهدأ روحي وتسلم. أرجوك أيها الرب فلترني قدرتك، وامنحني القوة أيها الرب الجليل كي يذوق أعدائي طعم انتقامي منهم في الدنيا. فلنذهب. سيدنا أتى. هيا. أين هو؟ تعالوا تعالوا، انظر إنه هنا. لقد أتى سيدنا. أتى سيدنا. انظروا تعالوا. سيد جعندار أتى. هيا تعالوا. سيد توكتامش، أريد أن تشرف مائدتي مساء. يجب أن نتحدث معا بما سأبيعه لك، ولدي مواضيع أخرى كثيرة على العشاء. كما تريد يا سيدي، سأتي على الموعد. سيدة تشولبان، لدينا ضيوف الليلة على العشاء.
فقومي بتجهيز المائدة، لا أريد أن ينقص أي شيء. بأمرك يا سيدي. عيبك، هيا ابدأ التحضيرات. أمرك سيدة شولبان. سيدي، ما بها قدمك؟ أبي علم بكل شيء. انتظر، سوف أضمد جرحك. لا أحد منا سيرتاح بعد اليوم في المكان الذي لا يريحني. لا أحد سيرى الراحة أبداً أبداً. في البداية هدئ من روعك، فالتوتر سيوقعك في الخطأ. لا يجب أن تغضب والكل ينظر إليك. كن كالمياه الراكدة، اغضب عندما يحين الوقت. معرفة أبي بالموضوع ستضرني تشولبان، وهو لن يسكت. ومن الذي أخبر والدك بالأمر؟ والدي قد علم من السيد توكتاميش، لكن الآن أتى أجلها. الليلة سنرافق توكتاميش إلى التراب، وسنتخلص منه إلى الأبد. يجب أن نودعه قبل أن يأتي عليار، وإلا سيصبح كل شيء أسوأ. قلت أسوأ؟ يجب أن تجعل سيطرتك في هذه الأرض مطلقة، وأياً كان من يعارضك أو يقف في وجهك يجب أن ينال جزاءه ليكون عبرة لكل من يخونك، وفي ذاك اليوم حلمك سيتحقق. توكتاميش سيجلس على مائدة أبي الليلة لآخر مرة. حسناً سيد توكتاميش، تجول بلا حارس وبلا سيف يحميك. لقد جنيت على نفسك. خذوه، لا أريده. يوجد طعام كثير، لا يوجد مكان له على مائدة سيدنا اليوم. الآشور يكفي جانب اللحم. أمرك سيدة شولبان.
سلمت يدك سيدة شولبان. في كل مرة آتي تقدمين لي طعاما لذيذا. إن السادة الذين يحملون الأعباء عن أبي يستحقون الأفضل دائما سيد توكتاميش. كم سجادة لدينا يا أورال؟ لدينا ما يكفي حاجتنا يا أبي. أهناك سجاد ألوانه رديئة وحياكته سيئة؟ لا سيدي. وماذا عنك يا أسلهان؟ بعضهم لم يعجبني أبي، والنساء سيعملن ليلا لكي يجهزوهم. أحسنت يا ابنتي، لا أريد أن أسمع أنك تسلمين بضاعة فيها عيب أبدا. سلمت يداك سيدة شولبان. بالعافية يا سيد توكتاميش. الأعداء سيقومون بهجوم عنيف، وليس لدينا وقت نخسره، ويجب أن نقف في وجههم. سيدي، الناس في الخارج هائجون ولن يستطيعوا التحمل أكثر. هؤلاء ناكرون للجميل، فحين يشبعون لا يتكلمون، وحين يجوعون يقومون بالصراخ. منذ سنوات هم يواجهون المصائب، لكن التجارة التي سنقوم بها سوف تعيد الأمل إليهم. علمت أن بندكت سيشتري السجاد، فاجمعوا سجاد قبيلتنا بسرعة. عبد الرحمن، دوندار، أنجزوا المهمة قبل عودتي. سيدي، أريد أن أزور كل أسياد القبيلة إن سمحت لي بذلك. منذ فترة ونحن لا نهتم بهم. معك حق يا سيد أرتوك، اذهب إلى زيارتهم. حسنا سيدي. سيدي، ماذا لو أصيب ذلك الرجل ولم نعلم منه من الرجل الذي يجب أن نلحق به؟ لا خيار لدينا، يجب علينا أن نخرجه حيا لذاك السوق يا تورغوت. لابد أنه من الصعب إخراج جاسوس السلطان علاء الدين. ماذا سنفعل؟ كيف سنقوم بهذا؟ أتعرف كيف يسحب الذئب فريسته إلى فخه؟ اسمعوني جيدا، ما سنفعله في البداية
سنقوم بإمساك الجاسوس الذي وضعه السلطان علاء الدين في هذه الأرض. لقد رميت له الطعم وسوف أمسكه عما قريب. هل سيقع في الفخ سيد سيمون؟ الأمر ليس سهلا يا فيليب. أظن بأنه رجل ذكي ويعلم أننا نريد أن نوقعه. هناك فخ داخل الفخ. صحيح. إياكم أن تنسوا أنه يجب علينا أن نمسك به حيا مهما كلف الأمر. ليكن الرب معكم. هل تأذن لي سيد أرطغرل؟ تفضلي حليمة. لو تأذن لي فلدي ما أقوله لك. تفضلي أسمعك. أتيت لأطلب العفو. قلت كلاما لم يعجبك. لقد غضبت من كلام نساء القبيلة وتصرفت مثلهن ووقعت في الخطأ. لا تؤخذني سيدي. إن هذه الأرض محاطة بالنار، لكن إن لجأنا كإبراهيم إلى الله فهذه النار ستكون بردا وسلاما علينا. لهذا فخيارنا الوحيد التوكل على الله وحده. مع الله لا يوجد هم. هذا هو خير الكلام. الأوضاع صعبة، أعلم أن حملك ثقيل، ولهذا يا حليمة قلت لي هذا الكلام. سأذهب إلى الصيد مع المحاربين. سيكون صيداً مباركاً إن شاء الله. إن شاء الله سيدي. أتمنى من الله أن لا يتوه رمحك ولا يهرب منك صيدك. آمين. لا تقلقي علينا. لقد أصبحنا ذئابا وسيخافون منا. لنرى بأي شكل سيظهرون أمامنا. ما أخي، لا يمكنهم أن يصبحوا ذئاب صيد أصليين. أعجبني هذا اللباس. كل ما يرتديه المحارب يليق به. معك حقا أخي، كلامك صحيح. شكرا لك. هل أنت محارب غير متزوج؟ أخي جونكوت، أخي جونكوت، ما رأيك يا أخي أن أهدل هذا الشارب الكبير من على وجهك؟ أنا أراه غير مناسب لك. سيدي ترغوت، هذا المحارب لا يعرف الأدب. يبدو أن شاربه الكبير ينقص من قدرات عقله. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.
تفضل سيدي، جهزتها. شكرا لك. الذئاب تحب الصيد بالأفخاخ. هيا يا أبطال، نحن نحارب والناصر الله.